الآن إلى الفيديو رقم 15 في سلسلة معايير المحاسبة الدولية IAS، وهو الفيديو الأول في معيار المحاسبة رقم 33 Earning per share. هذا المعيار راح يكون معانا في عدد اثنين فيديو. طيب الـ Earning per share الشركات مطلوب منها to calculate the basic earning per share وتذكر at the end of the profit or loss account، يعني في قائمة الدخل في نهاية القائمة نذكر نصيب السهم من الأرباح earning per share، وهو فقط يتعلق بالجزء المستحق لحملة الأسهم في الشركة بعد استبعاد الماينوريتي أو النون كنترولينج انترست. يعني نحسب الربح 10 دولار، 8 منها تخص الشركة الأم و2 تخص النون كنترولينج انترست، يحسب الربح الايرنينج بير شير بناء على 8 دولار وليس على 10 كاملة. طيب لو الشركة أصلا عندها جزء من عملياتها has been discontinued، يعني بعد جزء يسير من نشاطها، فمطالبة حسب المعايير إنها تبرز الجزء الخاص بال continuing operation والجزء الخاص بال discontinued operation في ال profit or loss account. لكن عند حساب ال earning per share it is also كلمة also في غاية الأهمية، تعني أنك بالإضافة لل earning per share كاملا also you should report earning per share related only لل continuing operation. Then it is always required to report the basic earning per share based on the profit or loss كامل، يعني جزئين. Earning per share ال basic أو الأساسي يحسب باي قسمة الأرباح اللي عائدة لحقوق المساهمين في الشركة الأم كنيوميريتر، يعني في البسط، تقسيم ال weighted average number of share outstanding خلال الفترة. كلمة weighted و average الاثنين مهمات جدا جدا. ال average معروف هو simple average، عندك 5 أرقام 30 47 100 120 وهكذا، 5 أرقام تجمعهم وتقسم على 5 لأن عددهم 5. أما ال weighted فكل واحد تعطيه وزن، بمعنى إذا عندك أسهم موجودة في الشركة من يوم 1/1 إلى يوم 31/10 ثم أصدرت أسهم إضافية يوم 1/11، الجزء من يوم 1/10 أو 1/1 إلى 1/10 عنده ويت أو وزن أكبر من الجزء اللي موجود لشهرين فقط. هنشوف مثال عملي للحسبة دي، لكن خلنا نشوف في البداية كيف يحسب الأفريج الـ earning per share كمعادلة، هي net profit or loss، يعني الشركة ممكن تحقق أرباح أو ممكن تحقق خسائر. في حالة تحقيق أرباح يسمى basic earnings per share، أما في حالة تحقيق خسائر هو يسمى loss per share. loss per share attributable يعني راجع للشركة الأم، ويعني ذلك استبعاد الجزء أو الأرباح اللي من نصيب الـ non-controlling interest اللي هم الحقوق غير المسيطرة. الـ weighted average number of ordinary shares outstanding خلال الفترة شرحناها من شوية، وحناخد عليها مثال في شكل أرقام. طيب هنا حناخد كيف نحسب الـ weighted average number of shares. الأسهم اللي كانت، يعني ناخد الأسهم اللي حدثت during the year إذا في إضافة أو خصم. دائما نقطة البداية هي الأسهم اللي كانت يوم 1/1 قبل الزيادة، هذه تاخد سنة كاملة و12 شهر، يعني تحسب على 12 شهر. كان عندي 10 مليون سهم يوم 1/1، يتظل هذه 10 مليون لنهاية السنة، ثم بعد ذلك
أعمل waiting و everything لما سيأتي لاحقا. يعني يتم نعمل adjustment أو تعديل بالأسهم التي أصدر أو الذي تم إلغائها. يعني الشركة ممكن تشتري أسهمها ونسميها أسهم خزينة أو treasury shares، ودي ما بتدخل في الحساب. لو اشترينا مثلا يوم 1/7 خلال السنة عدد معين من الأسهم الخاصة بالشركة تم شرائها من السوق، ففي هذه الحالة الأسهم التريجري شير أو الأسهم التي تمتلكها الشركة وتحتفظ بها في الخزنة لا يحسب عنها earning per share. مثلا اشترينا 1/7 معناها 6 شهور كانت خارج الخدمة الأسهم دي، معناها الجزء الأكبر من الأسهم بياخد 6 شهور والجزء الناقص بياخد 6 شهور. هناخد أرقام بتوضح أكثر. هنا بتكلم عن اللي أنا كنت بتكلم عنه شوية، إنه الـ waiting factor، time waiting factor. لو حدث تغيير خلال السنة، لو حصل التغيير يوم 1/1 مثلا، شركة أعلنت إنها زادت الأسهم مبلغ معين وتم تحصيل مبالغ كله تم يوم 1/1، ما بكون في ويتنج لأن كل الأسهم الجديدة اكتملت سنة كاملة. لكن المشكلة بتكون لما يتم إصدار أسهم خلال السنة مثلا شهر 6 أو 7 أو 8 أو شهر 10، لازم يكون في تايم ويتنج، بمعنى إنه نعطي ويت أو وزن أكبر للأسهم اللي ظلت خلال السنة فترة أطول. يوم 1/1 كان عندنا 10 مليون وأصدرنا يوم 1/10، فالعشرة مليون عندها ويت أعلى لأنها مستمرة معانا لنهاية السنة. أما أصدرنا 2 مليون وأصبحت في نهاية السنة 12 مليون سهم، الاثنين الزيادة التايم الخاص بها شهرين فقط، فالويت أو الوزن في هذه الحالة بيكون أقل. طيب ناخذ مثال an entity عندها 10 مليون ordinary share، أسهم عادية in issue يعني صادرة وموجودة في السوق يوم 1/1/2007، والسنة المالية الخاصة فيها بتنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة. خلال سنة 2007 حصل الآتي: في 1/4 معناها 10 مليون مستمرة معانا لنهاية السنة من الآن، 10 مليون يوم 1/1 تحسب عنها سنة كاملة. يوم 1/4 في 2 مليون شير ايشو تو اكوير انذر سبسيدير، عايزين نشتري شركة ثانية وقائمة، اصدرنا 2 مليون سهم عشان ندفع لاصحاب الشركة، فدي حتكون معانا لمدة 9 شهور من ابريل الى ديسمبر. في 1/10 يعني حتكون معانا شهر 10 و11 و12، نعطيهم ويت 3 شهور فقط، اصدروا 4 مليون شير عشان تريبي أو سداد قروض مستحق، باعوا أسهم بأربعة مليون سهم واستمرت 3 شهور، الوزن عندها 3 شهور تقسيم 12، هنا الوزن 9 شهور تقسيم 12، أما 10 مليون هي 12 شهر تقسيم 12. طيب كيف نحسب الويتد أفريج؟ زي ما قلنا من شوية تقريبا أنا شرحتها، 10 مليون ظلت معانا سنة كاملة، إذا انتظل 10 مليون، 10 مليون 1 يناير. حتى لو عايز اعمل ويتنج بكتب 12 على 12 تقسيم 12 تصير 1، 1 ضرب 10 10. الثانية هتكون 9 اشهر 2 مليون 9 اشهر، لانه معانا ابريل، ما ننسى نحسب ابريل لانه يوم 1/1 ابريل، معناها اونلي جانوري فبروري مارس 3 شهور ما معانا، معناها 12 شهر. أما الأربعة مليون فهي حتكون معانا لمدة 3 شهور، 4 مليون ضرب 3 شهور تطلع 1/2 مليون، 9 شهور تقسيم 12 تطلع 1.5، وهي تطلع كاملة، ويصبح الـ weighted average number of ordinary share outstanding during the year هي 10 زائد 1.5 زائد 1، يعني 12.5. ننتقل لمثال ثاني، وقبل المثال نشرح حالات معينة ممكن تحصل. بونص ايشو، يعني الشركة بدأت توزع أرباح للمساهمين في شكل كاش، بتصدر أسهم جديدة وتعطيها للمساهمين
حملت الأسهم مجانا، تسمى بونص إيشو أو ستوك ديفيدند في أمريكا، البريطانيين بيسموها سكريب ديفيدند. طيب دي برضو بتأثر، لكن راعي مسألة مهمة جدا جدا، إنه البونص إيشو ما استلمنا، الشركة ما استلمت أموال نقدا، فبالتالي أعطيناها فري، فمعناها ما مفروض يكون عندها أثر لأنه ما استثمرناه، إحنا بنعمل تايم ويتنج للأموال اللي استلمناها خلال 3 شهور، لكن إحنا ما استلمنا أموال عشان نستثمرها، لذلك لا يوجد تايم ويتنج. السبليتون اللي هم السهم مثلا ب10 قيمته دولار، نعمل سبليت 1 فور 2، معناها كل سهم قيمته 10 نعطي المساهم 2 سهم، فبرضها عندها حسبة. الباك ديتنج بيقصد انه الشير سبليت والبونص بنرجع بهم لبداية الفترة اللي حصل فيها هذا الحدث الخاص بالبونص. ناخذ مثال، في 1 جانوري عندها 20 مليون، ودي حتظل معانا لغاية آخر السنة، معناها الويتنج الخاص بالعشرين مليون سهم هو سنة كاملة. طيب حصل في 31/5 أصدر 6 مليون شير فور كاش، دي عندها ويت اللي هو 7 شهور، واضح لأنه من شهر 6 إيش نهاية 5، 6 كامل معانا، فبالتالي بنعمل لها ويت. هنا في سبتمبر، 30 سبتمبر، يعني 4 شهور أو 3 شهور، شهر 10 و11 و12، 1 for 2 بونص إيش، يعني أي مساهم عنده سهم بنعطيه، عنده سهمين، عن كل سهمين المساهم يحصل على سهم واحد. يعني لو في سهم عندنا 20 مليون سهم، عن كل 2 يعني 10 مليون، 20 × 2 = 10، بنصدر سهم واحد للمساهم، ده معناه حنصدر 10 مليون سهم إضافية. طيب الربح خلال السنة كان عن سنة، سوري عن سنة، ما بنقول خلال السنة، عن سنة 2007 كان 8 مليون، والمطلوب طبعا حساب الـ Earning Per Share. هنشوف حساب الـ Earning Per Share في الفيديو القادم، لأن إحنا من ربع ساعة المدة المخصصة، ده الفيديو رقم 1، عندنا الفيديو الثاني هيكون خلال few days، لذلك أوصي بالاشتراك في القناة حتى تصلك الفيديو في موعده، ويكون في الحل لجميع هذه الأرقام وأمثلة عملية. هجيب أجزاء من البورصة وأشوف ميزانيات منشورة، ونشوف كيف بيحسبوا الـ weighted average number of share outstanding خلال السنة، وكيف يحسب الـ earnings per share.